الشاهد القرآن 24 أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أيها المارقة أيها التيمية ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أيها المارقة أيها النواصب أيها الإرهابيون الذين لهم قلوب لا يفقهون بها يشمل الجميع كل المارقة من كل الأجناس من كل الأديان من كل الطوائف من كل الملل والنحل الذين لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون إذن قال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين سورة الأعراف أقول هنا موردان المورد الأول قال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون في تفسير الجلالين قال ومن قوم موسى أمة جماعة يهدون الناس بالحق وبه يعدلون في الحكم وفي تفسير ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون لا ننسى الآن في المورد الأول قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وفي تفسير الطبري ثالثا تفسير الطبري القول في تأويل قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقد قال في صفة هذه الأمة التي ذكرها الله في الآية جماعة أقوالا نحن ذاكر ما حررنا منها هذا من يقول الطبري أليف وباء التفت جيدا أنا أعطيت عناوين لأليف وباء أنا أعطيت أليف وباء وأعطيت عنوان لأليف وعنوان لباء أليف قوم العسل وباء قوم النفق والسرب إذن ليس فقط المهدي المسردب وعندما عندنا أقوام مسردبة أيتها العقول المارقة أيتها القلوب التي لا تفقه والعيون التي لا تبصر والآذان التي لا تسمع الذين كذبوا بآياتنا إذن عندنا قوم النفق قوم السرب وقوم العسل هذه تضاف إلى المصطلحات المسردب والمعسل والملفق إذا صحت هذه الكلمات والألفاظ والمسرب أو المسرب أو ما يرجع إلى هذا هؤلاء أقوام ونحن نتحدث عن شخص إذن عندنا أليف قوم العسل وباء قوم النفق والسرب أليف قوم العسل عن السدي قال قوم بينكم وبينهم نهر من شهد إذن لا نعلم هل نحن في العسل أم هم في العسل الذي حجز بيننا وبينهم كما حجز السرداب بيننا وبين الإمام سلام الله على الإمام
ونحن كما ذكرنا قلنا الإمام هي مرحلة استمرت لي ربما لثوان أو لدقائق أو احتمال لساعات. اختفى واختبأ الإمام من السلطة الحاكمة وبعد هذا انتهت مهمة السرداب وانتهت الضرورة من وجوده في السرداب وانتهى أمر السرداب. لكن قوم العسل لا زال بيننا وبينهم العسل، لا زالوا في العسل وسيبقون في العسل إلى اليوم الموعود. باء قوم النفق والسرب. عن ابن جريح قال بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم كفروا وكانوا 12 سبطا، تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله أن يفرق بينهم وبينهم، أي بينهم وبين باقي الأسباط، ففتح الله لهم نفقا في الأرض، ففتح الله لهم نفقا في الأرض فساروا فيه، ففتح الله لهم نفقا في الأرض فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين، من وراء الصين، فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين، ففتح الله لهم نفقا في الأرض. سلام الله على السرداب. السرداب أين والنفق أين؟ من هنا، من بلاد العرب، من مصر، من الشام إلى ما بعد الصين. أين هذا النفق الذي اجتاز هذه المسافات الطويلة تحت البحار، تحت المحيطات، تحت الجبال، تحت الصحاري، تحت العمران؟ ففتح الله لهم نفقا في الأرض فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين، فهم هنالك حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتنا. قال ابن جريح قال ابن عباس فذلك قوله وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ووعد الآخرة عيسى بن مريم يخرجون معه. قال ابن جريح قال ابن عباس ساروا في السرب سنة ونصفا، سنة ونصف وهم يسيرون في السرب في النفق، الآن خرجوا ووصلوا إلى ما بعد الصين، ونحن لا نقول إلا أنه بقي في السرداب إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى لمدة ثوان أو لمدة دقائق أو لساعة أو لبضع ساعات أو لعدة ساعات. رابعا تفسير القرطبي قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. في التفسير أن هؤلاء قوم من وراء الصين، من وراء نهر الرمل، من وراء الصين، من وراء نهر الرمل، يعبدون الله بالحق والعدل، آمنوا بمحمد وتركوا السبت. إذن هؤلاء هم نفس القوم الذين انفصلوا عن بني إسرائيل. يقول آمنوا بمحمد وتركوا السبت، يستقبلون قبلتنا، لا يصل إلينا منهم أحد ولا منا إليهم أحد، لا يصل إلينا منهم أحد ولا منا إليهم أحد. فروي أنه لما وقع، إذن هؤلاء قوم أن يعيشون، يقول من وراء نهر الرمل، من قوم وراء الصين، لاحظ لا يصل إلينا منهم أحد ولا منا إليهم أحد، وهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتركوا السبت، يستقبلون قبلتنا. أين هم؟ أين يعيشون؟ كيف يعيشون؟ كيف هم في وضع، في مكان، في دولة، في مدينة، في قرية، في سرداب، في نفق، في سرب، في عسل؟ وصار لهم آلاف السنين، يعني من حادثة سرداب المهدي عليه السلام التي يستخف بها المارقة، هم قبل هذه الحادثة من عصر موسى، من زمن موسى، من زمن بني إسرائيل، من عصر أيام السبت. إذن لهم من هذا الاختفاء وهذا التخفي وهذه النفقية والسربية والعسلية وما وراء الصين والصينية آلاف السنين، أطول من عمر سرداب المهدي عليه السلام وحادثة سرداب المهدي عليه السلام.
يقول القرطبي: فروي أنه لما وقع الاختلاف بعد موسى كانت منهم أمة يهدون بالحق، ولم يقدروا أن يكونوا بين ظهراني بني إسرائيل حتى أخرجهم الله إلى ناحية من أرضه في عزلة من الخلق، فصار لهم سرب في الأرض فمشوا فيه سنة ونصف. إذن هذا يأتي بنفس الأطروحة التي طرحها الطبري، هذا القرطبي يقول: فمشوا فيه سنة ونصف سنة حتى خرجوا وراء الصين. يقول: فهم على الحق إلى الآن. من؟ يقول القرطبي، يقول: فهم على الحق إلى الآن. هذا هو تاريخ المسلمين، هذا هو تفسير المسلمين، هذا هو تراث المسلمين، هذه هي ثقافة المسلمين، هذه هي كتب المسلمين. ونحن من المسلمين عندنا ما ورد عن أهل البيت فنأتي به، وعندنا ما نسب إلى أهل البيت فنرفضه ولا نقبل به، كما نسب إلى جدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآلاف ومئات الآلاف من الأحاديث والروايات الباطلة. ونحن لا نلزم أحدا، بل نحترم اختيار المقابل، وعليه أن يحترم اختيار الآخرين. يقول القرطبي: فهم على الحق إلى الآن، وبين الناس وبينهم بحر لا يوصل إليهم بسببه. التفت، لا يوصل إليهم بسببه، بينهم وبينهم ما هو؟ البحر. كم يشنعون المارقة، كم يشنعون التيمية، جماعة التوحيد الأسطوري، جماعة الخرافة، جماعة الأساطير التي ما أنزل الله بها من سلطان، كم يشنعون على بعض الشيعة ممن يطرح أطروحة الجزيرة الخضراء ووجود المهدي وأتباع المهدي. نحن الآن لا نعلم ولسنا في مقام التحقيق عن هذا الأمر، ولم يثبت عندنا هذا، لم نحقق فيه، لكن يوجد هذه الأطروحة، يوجد هذا الرأي، يوجد هذا المحتمل على نحو الاحتمال، على نحو الأطروحة، المهدي في مكان ما في جزيرة ما وله أتباع ويعيش كما يعيش الناس. ما هو الفرق بين هذه وبين قوم العسل والنفق والسرب، وهم قد سبقوا المهدي بآلاف السنين ولا زالوا هم موجودون هناك؟ هذا الطبري وهذا القرطبي. إذن يقول القرطبي: فهم عن الحق إلى الآن، وبين الناس وبينهم بحر لا يوصل إليهم بسببه. ذهب جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الكلام القرطبي، ذهب جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم ليلة المعراج فآمنوا به، وعلمهم سورا من القرآن، وقال لهم: هل لكم مكيال وميزان؟ قالوا: لا. قال: فمن أين معاشكم؟ قالوا: نخرج إلى البرية فنزرع، فإذا حصدنا وضعناه هناك، فإذا احتاج أحدنا إليه يأخذ حاجته. قال: فأين نساؤكم؟ قالوا: في ناحية منا، فإذا احتاج أحدنا لزوجته صار إليها، صار إليها في وقت الحاجة. فإن نساءكم؟ قالوا: في ناحية منا، فإذا احتاج أحدنا لزوجته صار إليها في وقت الحاجة. قال صلى الله عليه وسلم: فيكذب أحدكم في حديثه؟ قال: فيكذب أحدكم في حديثه؟ قالوا: لو فعل ذلك أحدنا أخذته لظى، أخذته النار، أخذته جهنم، أخذته حرارة النار، أخذته نار جهنم. قالوا: لو فعل ذلك أحدنا أخذته لظى. يكملون في الجواب: إن النار تنزل فتحرقه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فما بال بيوتكم مستوية؟ قالوا: لئلا يعلو بعضنا على بعض. قال: فما بال قبوركم على أبوابكم؟ قالوا: لئلا نغفل عن ذكر الموت.